هلا والله. الساعة اللي معي ساعة أبل إصدار رابع، ويقدر الواحد يغير الثيم ويغير الألوان، كل هذه الأشياء تطلع كأنها 5، وفرقها عن الخامس تقريبا في البوصلة. وما أحد أشوفه يستخدم، يعني كثير من الزملاء اللي معه 5 يقول لي ما استخدم البوصلة، موجودة في الجوال ما يحتاج في الساعة، استخداماتها مهمة وكثيرة. هذه الإصدار الرابع وهذا سعرها، ومع كود الخصم بتكون هنا خصم 50 ريال، 1325، وهذا رابطها وبنشوفها الحين 5. وهذه 5 1679، وبشوف كود الخصم يشمل ولا لا. الكود غير صالح، ما يشملها لأنها 5 1679.